يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كان على أظافرها مناكير ولم تزلها واغتسلت من حيضها ثم أزالت المناكير بعد الاغتسال، فهل غسلها صحيح وما حكم الصلوات التي قد صلتها بهذه الطريقة؟ إذا كانت تمنع، إذا كانت المناكير تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فالطهارة غير صحيحة، تتطهر وتزيل المناكير وتتطهر من جديد وتعيد الصلاة، لأن بقي من جسمها شيء لم يصل إليه ماء الطهارة. نعم.